النهارده يعني نوع رياضه جديد بنضيفها للتنميه الرياضيه هي رياضه الشارع. احنا بنقول ان احنا هنعمم التجربه دي في المتنزهات، في الحدائق، في الشوارع، لكن هي ليها بطوله عملنا لها اتحاد نوعي وفيها مسابقات، واولادنا هيسافروا بره. اكيد احنا بنعمل تحدي كبير، كل ما زودنا القاعده للممارسه للشباب وسيله لان الشباب وهو بيمارس رياضه بينتظم في اكله، بيبطل عادات احنا بنقول ادمان او تدخين او خلافه، حتى قضايا مجتمعيه اخرى احنا بالرياضه بنعالجها غير موضوعاتنا اللي احنا بنعالجها في الرياضه. الحقيقه لعبه الستريت ورك اوت دي احنا طلعت من 4 سنين، وزي ما قلت دي كانت فكره مجموعه من الشباب. النهارده حضرتك بعد 4 سنين شايفين ان الرياضه دي انتشرت في محافظات كتيره جدا، عندنا ابطال من كل محافظه. ده معناه ان احنا قدرنا في خلال هذه الفتره بدعم طبعا من وزاره الشباب والرياضه ومن المناخ اللي مهيئ واللي فيه اولويه للشباب ان احنا ندعي ان احنا نكبر هذه الرياضه في مصر، وده اللي احنا شايفينه النهارده. رياضه الستريت ورك اوت هي عباره عن التمرين بوزن الجسم، ان انا مش بستعمل اوزان خارجيه او اجهزه زي الجيم مثلا، انا كل اللي بستعمله عشان اتمرن هو وزن جسمي. فده بيتيح لناس لشريحه اكبر من الناس ان هي تقدر تمارس الرياضه، لان في ناس كتير كان عندها معوقات ان هي ترجع مثلا من الشغل متاخر، او ان هي ما عندهاش وقت تنزل الجيم، او الجيم ممل بالنسبه لها. فده بيتيح لفئه اكبر ان هي تمارس الرياضه، وبشكل فعلا ان هو ياثر على صحتها بشكل ايجابي، ان هو يحسن من شكل جسمها. كمان احنا بنستهدف فئه الشباب والاطفال والمراهقين تحديدا، لان احنا شايفين ان احنا ان هم عندهم طاقه كبيره جدا بتطلع بشكل سلبي للاسف، فاحنا عايزين ان احنا نحاول نطلعها بشكل ايجابي يفيدهم ويفيد المجتمع، عن طريق ان احنا بنعمل مبادره ان احنا نبتدي نوفر ادوات التمرين زي اللي موجوده ورانا، ادوات تمرين بسيطه تقدر ان هي تكون متوفره في الحدائق العامه وفي الاحياء السكنيه بشكل مجاني، بحيث ان الشباب او الاطفال بتوع المنطقه دي يقدروا يتمرنوا عليها ويطلعوا طاقتهم الموجوده بشكل ايجابي.